وهذا يقول: كنا مسافرين وصلينا المغرب ودخل معنا شخص يصلي العشاء، فلما صلى ركعتين وقمنا إلى الثالثة جلس وأكمل التشهد وسلم ولم يقم معنا، ويأتي برابعة حيث إنه مسافر، هل عمله صحيح؟ صحيح، يعني لو كان مسافرا ودخل بنية العشاء مع قوم يصلون المغرب فلما جلسوا للتشهد الأول أتم التشهد الأول وسلم فلا بأس ما دام قد نوى القصر، ولكن لو أتم مع الإمام ثم أتى بالرابعة بعد سلامه فهو أحسن.